رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. الأصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله لأجل وعد الحياة التي في يسوع المسيح. إلى تيموثاوس الابن الحبيب، نعمة ورحمة وسلام من الله الآب والمسيح يسوع ربنا. إني أشكر الله الذي أعبده من أجدادي بضمير طاهر، كما أذكرك بلا انقطاع في طلباتي ليلا ونهارا، مشتاقا أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرحا، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك، الذي سكن أولا في جدتك لؤيس وأمك أفنيكي، ولكني موقن أنه فيك أيضا. فلهذا السبب أذكرك أن تضرم أيضا موهبة الله التي فيك بوضع يديه، لأن الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصر. فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره، بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح، الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له كارزا ورسولا ومعلما للأمم. لهذا السبب أحتمل هذه الأمور أيضا، لكنني لست أخجل، لأنني عالم بمن آمنت، وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع. احفظ الوديعة الصالحة بالروح القدس الساكن فينا. أنت تعلم هذا، أن جميع الذين في آسيا ارتدوا عني، الذين منهم في جلس وهرمجانس، ليعطي الرب رحمة لبيت أونيسيفوروس، لأنه مرارا كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي، بل لما كان في روميا طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. ليعطه الرب أن يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. وكل ما كان يخدم في أفسس أنت تعرفه جيدا. الأصحاح الثاني. فتقوى أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده، وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. افهم ما أقول، ليعطيك الرب فهما في كل شيء. اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيلي، الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين، لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. صادقة هي الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء
فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحك بالكلام، الأمر غير النافع لشيء لهدم السامعين. اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكا عاملا لا يخزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. وأما الأقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس اللذان زاغا عن الحق قائلين إن القيامة قد صارت، فيقلبان إيمان قوم. ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم: يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. والمباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها، عالما أنها تولد خصومات. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين. عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق، فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنصهم لإرادته. الأصحاح الثالث: ولكن اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا، منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. وكما قاوم ينيس وينبريس موسى، كذلك هؤلاء أيضا يقاومون الحق، أناس فاسدة أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. لكنهم لا يتقدمون أكثر، لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع، كما كان حمق ذينك أيضا. وأما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري واضطهاداتي وآلامي، مثلما أصابني في أنطاكية وإيقونية والاسترا. أية اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ مضلين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت.
وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الأصحاح الرابع. أنا أناشدك إذن أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عظ بكل أنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. وأما أنت فصح في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك، فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت حلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. بادر أن تجيء إلي سريعا، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطيا، لوقا وحده معي. خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس. الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربوس أحضره متى جئت، والكتب أيضا ولا سيما الرقوق. اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازه الرب حسب أعمالي، فاحتفظ منه أنت أيضا لأنه قاوم أقوالنا جدا. في احتجاج الأولي لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بالكرازة ويسمع جميع الأمم، فأنقذت من فم الأسد. وسينقذني الرب من كل عمل رديء ويخلصني لملكوته السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور، آمين. سلم على فريسكا وأكيلا وبيتي أونيسيفوروس. أراستوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يسلم عليك أفبولوس وبوديس ولينوس وكلافيدي والإخوة جميعا. الرب يسوع المسيح مع روحك. النعمة معكم، آمين.